معاكم رانيا سلطان، وفي الحلقه دي هنكمل اللي بدأناه في امريكا بوليتيكا الحلقه اللي فاتت، وهي عن الامبيتشمنت بتاع ترامب. وفي الحلقه دي انا بجاوب على سؤال مهم جدا: معقوله هم بيتصنطوا على مكالمات رئيس الجمهوريه الامريكي؟ امال احنا الشعب العادي هيعملوا معانا ايه؟ الحقيقه هم بيتصنطوا علينا كلنا، ولكن مالناش دعوه، انا مش هتكلم في السياسه، انا بتكلم عن دونالد ترامب بس. فتعالوا نرجع لدونالد ترامب ونسال: فعلا بيتصنطوا على مكالمات رئيس الجمهوريه؟ ايوه، هم مش بيتصنطوا، هم بيسجلوا المكالمات بعلمه. اي رئيس جمهوريه او اي واحد بيوصل لمنصب حساس لازم يتسجل له المكالمات بتاعته. ليه بقى؟ لاسباب كتيره جدا. اول حاجه ان الشعب الامريكي مغرم بالدوكيومنتيشن، اي حاجه لازم يدوكيومنته. اي حد بيشتغل في شركه هنا او في اي حاجه عارف ان اي خطوه بتتعمل they have to document كل حاجه اتعملت، كل حاجه اتقالت، كل حاجه حصلت، لان ده بيفيد في المستقبل. يعني مثلا لما رئيس الجمهوريه الامريكي يعمل مكالمه تليفون مع رئيس مثلا دوله زي اوكرانيا مثلا، يعني مثلا، ويجي بعد كده بعد شهرين ثلاثة ممكن يحب يرجع تاني المكالمة اللي فاتت ويعرف ايه اللي اتقال فيها عشان يستكمل عليها. فده سبب اولاني، الدوكيومنتيشن. الحاجة التانية ان ده تاريخ بيتحفظ. الامريكان بيحسوا ان بلدهم دي حاجة مهمة جدا، وان التاريخ بتاعها لازم يتحفظ. انت كرئيس جمهورية او كأي واحد بيشتغل في منصب حساس في الكابينت او في الكونجرس، اي حاجة انت بتعملها ده ملك الدولة، ملك الشعب، ده تاريخ. فهم لازم يسجلوا المكالمات دي. وطبعا عندنا مكالمات كتيرة طلعت، زي مثلا نيكسون في الفضيحة بتاعته بتاعت ووتر جيت وكده، في مكالمات تليفون اثبتت ان هو فعلا عمل الفضيحة دي. فمكالمات التليفون دي بتبقى للتاريخ، للشعب الامريكي يرجع لها تاني. طبعا مش مفتوحة للعوام، ولكن ده تاريخ الدولة لازم يتحفظ. نمرة ثلاثة، الكلام بتاع رئيس الجمهورية ده كله معاهدات واتفاقيات، ما هيش بتعمل بصفة شخصية، دي بصفة الدولة، وبالتالي لازم الدولة تبقى عارفاها. ففي ناس، في جيش ممكن يسمع مكالمات التليفون دي، في ناس هتسمعها لو كان الموضوع يخص الأمن القومي بتاع أمريكا، لو كان ده يخص الاقتصاد بتاعها، لو كان حاجة هتخص وزارة الدفاع أو التسليح، أو إن احنا ندي مساعدات مالية أو مساعدات في التسليح لدولة أخرى. في ألف جهة ممكن انها تسمع المكالمة التليفون دي طالما ان فيها حاجة تمس الجهة دي. فتلاقي مثلا المكالمة بتاعت اوكرانيا دي ممكن يسمعها ناس بتوع الناشنال سيكيورتي، ممكن يسمعها ناس بتوع السي اي اي اللي هم المخابرات الامريكية. المخابرات الامريكية دي ده شغلها ان هي تعرف رئيس الجمهورية الاخر ده بيفكر في ايه، شخصيته عاملة ازاي، ايه اللي بيخاف منه، ايه اللي نفسه فيه، ايه اللي عشان يقدروا يستعملوا المعلومات دهيا في يعني معاملاتهم مع الدولة الاخرى. فهتلاقي واحد من السي اي اي يمسك المكالمات دي ويحللها. هتلاقي طبعا وزير الدفاع، لان ده كان بيتكلم فيها على تسليح وحرب مع روسيا واوكرانيا، فلازم يتكلم فيها. ممكن يكون حاجة خاصة بالاقتصاد، حاجة خاصة بوزارة الخارجية، لان ده تعامل مع الناس الاخرين، وهكذا. فهتلاقي ان في جهات كتيرة جدا ممكن تسمع مكالمة التليفون دي علشان فيها معلومات ممكن تفيدها، فيها معلومات ممكن تحللها وتستعملها في شغلها. وكمان في ناس بتاخد المكالمات دي عشان تعملها ترانسكريبشن، يعني ياخدوا المكالمة الصوتية ويحاول يحولها لكلمات، لكلام يعني، ويحفظوها في أوراق. يعني ممكن واحد عادي جدا موظف بتاع الاركايفنج يدخل يسمع المكالمة علشان يكتبها ويسجلها ويحطها في الملفات الخاصة بالوثيقة دي أو العلاقة مع دولة أوكرانيا. ففي جيش بيسمع للمكالمات. وكمان الناس بتوع الكابينتس بتوع ترامب هم كمان ممكن يرفعوا السماعة من الناحية التانية ويسمعوا الكلام ده. حتى بتشوفوا في الأفلام الكتير اللي بتتعمل عن رؤساء الجمهورية هنا في أمريكا، تلاقي عادي جدا ان رئيس الجمهورية بيرفع عشان يكلم رئيس دولة آخر، وتلاقي مثلا الناشنال سيكيورتي بتاعه أو حد من الكابينتس بتوعه يروح رفع السماعة من الناحية التانية ويسمع المكالمة. مش هيتكلم، بس هيسمع بس المكالمة، لأن أمريكا دولة عظمى ما ينفعش انها تدار بفرد، مفيش فرد هو اللي بيديرها. ترامب في الاخر هو يعني في منظومة كبيرة هو ماشي فيها. طبعا ليه وجهة نظر وليه رؤية وكده، ولكن في سياسة كبيرة امريكا ماشي فيها بتتبعها، في مؤسسات، والمؤسسات دي بتعمل بالانسز اند تشيكس. يعني في جهات
دورها ان هو يعمل تشيك على مثلا الجهه التنفيذيه ودونالد ترامب. يعني مثلا من ضمن الناس اللي ممكن تحتاج انها تسمع المكالمات دي راجل قانوني يتاكد ان الكلام ده اللي اتقال مفيش فيه خرق للقانون والدستور الامريكي. ممكن يكون في خرق للقوانين بتاع دوله اوكرانيا، ما لهمش دعوه، مش دي مش قضيتهم، وقضيتهم القانون الامريكي. فزي ما قلت لكم في جيش ممكن يسمع المكالمات دي ويحللها ويكتبها. وعشان كده بنسمع كلمه ان في ويسل بلور. ويسل بلور يعني ايه؟ واحد بيطلب صفاره الانذار لما يشوف حاجه غلط، يطلب صفاره الانذار. انا هعمل فيديو للويسل بلور زي احنا بنسمع الكلام ده كتير، كل شويه في ويسل بلور وترامب عايز يعرف هما مين وهما بيحاولوا يخبوا مين الويسل بلور ده. يعني ايه ويسل بلور؟ هكلمكم عنه في فيديو لوحده. طيب في سؤال مهم بقى في النقطه دي، ما هو ترامب ساعات كتير بيطلع يعمل تويتات او يكتب حاجات يعني بيدخل فيها في مشاكل مع مثلا صحفي، مع ممثل، مع حد من الكابينت بتوعه. طيب يعني اشمعنى بيسيبوه ان هو يكتب الكلام ده؟ هما بيسيبوه لان الكلام ده ما بيضرش بمصلحه امريكا. هو حر لما يخش في خناقه مع حد ولا حاجه، دي حاجه صفته هو الشخصيه. يعني هو متخانق مثلا مع واحد صحفي وبيتكلموا بعض ويتبادلوا مع بعض الاتهامات، دي حاجه تخصهم هم، ما تخصش الدوله الامريكيه. امتى بقى يتدخلوا؟ لو مصلحه امريكا لمستها، لو الامن القومي بتاعها، لو عملت اتفاقيات هتضر بالمواطن الامريكي، هنا بقى نقف لان ده مصلحه كبيره. اما اي حاجه تانية بتضر بصورتك انت الشخصيه، بيطلع فيها الناس تتريق عليه، يقول انت بتقول كذا، عمل حاجه، اتخانق مع الكلام ده كله، ولا يهمهم ولا بيبصوا عليه. يعني ممكن المستشارين الخاصين بترامب بصفته شخصيه يعني هم يقولوا له خد بالك ما تعملش كده، ما تقولش الكلام ده بتاع، دي حاجه تخصه هو كشخص. لكن اللي يخص الدوله، في مؤسسات كتير جدا بتتدخل لان ده شغلهم ان هم يعملوه. وهنا بيبان الدوله العظمى من الدوله الصغرى. لما الدوله تكون كبيره، الدوله تكون بحجم المؤسسات دي تكبر. لما الدوله يديرها فرد، الحجم الدوله بتتقزم لغايه ما توصل لمستوى الفرد ده، لان الفرد ده مهما كان ذكي مش ممكن هيقوم بكل الادوار، مش هيعرف يقوم بكل الادوار. فلكن لما احنا نحط نترست everything in one person، ده اللي بيحصل، الدوله بتتقزم قوي. لكن لما يكون في مؤسسات كبيره وجهات مختلفه، كل واحد بيقوم بدوره وكل واحد بيقوم بشغله، الدوله تبقى فعلا دوله عظمى. الحلقه الجايه هكلمكم فيها على موضوع الويسل بلور اللي كل شويه عمالين نسمع عنه. معاكم رانيا سلطان، والحلقه دي كانت على امريكا بوليتيكا.